لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هكذا يعلنون الاسلام ثم تجدون في بلادنا مسلمون امراه مسلمه شهدت ان لا اله الا الله وشهدت ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمونها للكفر يختمونها في دينها. هل هذا من الاسلام عباد الله؟ هذه من نواقض الاسلام ان تسلم المسلمه الى الكفار يستبيحونها ويقتلونها في دينها ثم بعد ذلك يزعمون الاسلام ذله على الكافرين واظهار للعزه على المؤمنين ثم هؤلاء المنافقون يزعمون انهم على الاسلام وان الاسلام هو الدين المصري للدوله. كيف يكون هذا الادعاء عباد الله؟ وتجدون الكنائس مليئه بالاسلحه وليس من حق الدوله ان تفتش الكنائس او تصادر هذه الاسلحه ولكنهم يتجرؤون على المسلمين ولا يتجرؤون على الكافرين. عقيده عباد الله لابد ان تكون واضحه، لابد ان تكون معلنه صريحه، لابد ان يكون ولاؤنا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم خضيه عليها من الادله بعد توحيد الله عز وجل مثل قضيه الولاء والبراء. والموالاه هي المحبه والنصره، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، اي محبتكم لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ونصرتكم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، اين عقيده الولاء والبراء في بلاد الاسلام يا عباد الله؟ اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والطواغيت والذين ينشرون الفواحش في بلاد المسلمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم لا ترفع لهم في الارض ولاية واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم عليك بامريكا الكافرة واوروبا الفاجرة، اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين وانت اشد بأسا واشد تنكيلا. اللهم انا نطلع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم لا